السلام عليكم خوتي خواتاتي، هذا اول فيديو غنديروا لكم على قناه اليوتيوب. فيديو طويل، هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا فيه وصفه ديال زياده الوزن، وصفه الناس اللي كيعانيوا من النحافه. الوصفه ديال النحافه بزاف، لا رجال لا نساء، كلشي كيعاني من النحافه. ان شاء الله في هذا الفيديو كملوا حتى الاخر غتشوفوا الوصفه كما كدار، وصفه مجربه افيكاس صالحه للرجال والنساء. بيان سيغ ما عندها حتى شي اضرار جانبيه او سلبيه. كلشي دير ابوني، ما تنساوش كلشي بارطاجي، خلي كومونتير التشجيع ديالنا. خليكم مع الانترو وندوزو الوصفه. من افضل الوصفات الناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن، هاد الوصفه اللي نعطيكم اليوم تقدر تزيد حتى 5 كيلو في مده ديال 20 يوم. وصفة ديجا عطيتها في الفيسبوك وديجا عطيتها في التيك توك مرارا وتكرارا، واول مره غنعطيها في اليوتيوب. هذا اول فيديو خصصته فقط اليوتيوب، داكشي علاش بغيت التشجيعات ديالكم، تشجعونا بارطاج الى اخره. غندوزو مباشره للوصفه، المهم ما يجيكمش الملل. ليسونسيال هذه الوصفه كما قلت لكم كتبقى من افضل الوصفات اللي كيزيدوا في الوزن في 20 يوم، تقدر تزيد حتى 5 كيلو بدون اي اثار سلبيه او اضرار جانبيه. وصفه صالحة الناس اللي عندهم فقر الدم، يعني مزيانة المرض فقر الدم، الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي. غندوزو مباشرة، وصفة فيها بعض المكونات، غندوزو مباشرة المكون الأول اللي هو الجنجلان البلدي، الجنجلان ديال المغرب ضروري، حيت كاين الجنجلان الرومي داك البيض، كاين الجنجلان الأحمر اللون هاد البلدي، ضروري ناخدو هاد الجنجلان البلدي. ناخدو 100 غرام منه وغادي نحمروه وغادي نطحنوه. المكون الثاني حبوب اللقاح، ولا يخفى عليكم منافع حبوب اللقاح المكمل الغذائي اللي تحتوي على جميع المعادن والفيتامينات والالياف، منافع لا تعد ولا تحصى. حبوب اللقاح اللي متوفره في المغرب الحمد لله وشكرا لله. غناخذ حتى هي منها 100 غرام وغادي نطحنوها ببودر. مكون ثالث اللوز الافريقي او حبه العزيز. حبه العزيز من اروع الاشياء التي كتفتح الشهيه بواحد الطريقه، وغادي يربحوا كادو في مجال خدمتي في اي مدينه في المغرب، حتى التوصيل ان شاء الله يكون على حسابي. كلشي خلي كومونتير، كلشي شارك، حط سعيد للجميع الاخوه. اذا درنا حبات العزيز وحده كافيه باش انها تفتح لنا الشهيه وتزيد في الوزن، فما ادراكم باننا غنديروا مع حبوب اللي يعني وصفه خص كلشي بارطاجيها، حيت راه من اروع الوصفات. غناخذوا 100 غرام من حبات العزيز كذلك، وغادي نمسحوها حيت هي كتكون فيها نوع من التراب، غنمسحو ناخذ 100 غرام. المكون الرابع اللي هو النافع البلدي الصحراوي، عاشة الصحراء المغربية. كيعجبني المغرب، انا اعشق البلدي والله، من الناس اللي يحبون المغرب، حيت كنحس انه قدم لي بزاف د الحوايج. المهم الفيديو خصو يجي طويل اكثر من 5 دقائق. ندوزو نرجعو للوصفة. الوصفة كما قلت لكم النافع البلدي، النافع البلدي كيكون رقيق. وغنوريكم واحد النافع بستاني، بقاو معايا. هو هذا هو النافع البستاني، الا لاحظتوا غليظ ما صاحش الوصفه، خص ضروري هذا النافع البلدي اللي متواجد في الصحراء المغربيه، وغناخذوا منه 100 غرام. ناخذوا جميع المكونات كميه متساويه اللي هي 100 غرام. بالنسبه للجنجلان والنافع البلدي غنديروهم يتحمروا على واحد النار هادي او واحد المده 5 دقائق، تيولي اللون ديالهم احمر كما كنديروا في السلو او في الحلوى الى اخره. غنطحنوا المكونات كاملين وغادي نخلطوهم مع قرعه الشوكولاته، نتلاقاو من بعد ما نطحنوا هادشي. خدينا المكونات، خدينا النافع البلدي والجنجلان حمرناهم، كيجينا الخليط على هذا الشكل، فيه رائحه رائعه حيت حمرنا الجنجلان كما قلت لكم النافع البلدي. دابا بقى لينا نخلطوهم بنوتيلا. بامكانكم تخلطوهم مع العسل الحر، الناس اللي ما يقدروش يديروا لا نوتيلا لا العسل الحر يقدروا ياخذوا مع دانون المسوس كل صباح ملعقه هكا غبره مع دانون المسوس، كما قلت لكم كتعطي نتيجه رائعه. ندوزو التخلاط ونكملو الفيديو. كيما قلت لكم قرعة ديال النوتيلا ونخلطو بها هاد الأعشاب ديالنا، نخلطوهم تيتجانسو يجيو لينا على شكل سلو. من بعد غنبقاو ناخدو ملعقة قبل كل وجبة بنصف ساعة أو أكثر، إن فوا ناخدو ديك الملعقة نتبعو شي 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 حاجة سخونة، حليب سخون أو ما سخون، المدة ديال الإستعمال نإيفيتيو أتاي التخيطمو اللي كنستعملو فيه هاد العشوب، نإيفيتيو أتاي نإيفيتو الحوايج اللي كيحرقو لينا الدهون. غتشوفو النتيجة إن شاء الله إبتداء من الأسبوع الثاني. غنخلطو كيما قلت لكم تيجينا على شكل سلو، ناخدو ملعقة قبل كل وجبة. وصفة إيفيكاس غيجينا على هاد الشكل، رائعة في المذاق ديالو،
اذا كريتو دابا باغي يعمر ليا فمي ليسونسييتي نكمل الفيديو. محتاج الدعم ديالكم الاخوان، كلشي خلينا كومونتيرات، كلشي دير جيم في هذا الفيديو. ما تنساوش بارطاج من افضل الوصفات لزياده الوزن. احبكم خوتي خواتاتي، نسيت ما قلتش لكم كاين الناس اللي مهتمين بالوصفه، الناس اللي لحقاق باغيين يزيدوا في الوزن، كاين اللي ما مهتمش ماشي ما عندوش علاقه بهذا المجال. غادي نديروا مسابقه، المشاركه في المسابقه هي كومونتير، غادي نختار ثلاثه الناس من هذا